اكيد اكيد الاراء مختلفه من شخص الى اخر. اكثر من موضوع اليوم تناولناه، حبينا انه اليوم بما انه احنا مقبلين على العام الدراسي نحشي على الدراسه والعام الدراسي والتحضيرات للسنه الجديده. شلون هي الاسعار اليوم بالمكاتب؟ شلون اسعار الدفاتر؟ اكيد تختلف من مكان الى اخر. شلون هي الكتب؟ توزيع الكتب، يا ترى هل هنالك كتب جديده قدمتها التربيه او قدمتها المدارس؟ كيف هي حال المدارس اليوم الان من ناحيه هيكليتها، من ناحيه بنائها؟ كيف ايضا هي كيف هو ايضا مستوى التدريس وكيف هو مستوى التعليم بالعراق وبالمدارس ايضا من منطقه الى اخرى ومن محافظه الى اخرى؟ كثير من المواضيع يمكن اليوم راح نتناولها بهذا الموضوع الشيق، وبالتالي الاتصالات راح تكون اليوم مفتوحه في راس مباشره. طلع لنا الارقام اسفل الشاشه حتى اليوم نريد نسمع مشاكل هموم الناس وما يخص الدراسه. اليوم دائما احنا تجينا شكاوي من بعض المدارس، من بعض الشكاوي سواء كان الى المدرسين، سواء كان من هيكليه المدارس، او سواء كان انه حتى العالم اسلوب التدريس للناس اللي تعاني من عنده. مو بس هذا، انه الناس وصلت لمرحله الخطا انه يضربون يا عمر هواي الناس. وبالتالي ما اعرف الارقام شباب شنو نعم وين ليش ماكو؟ اوكي طيب اليوم احنا هذا الموضوع اللي طبعا بالتاكيد الشغل الشاغل لكل الناس، الشغل الشاغل لكل اولياء الامور ولكل طلبتنا الاعزاء بما يخص الدراسه. نشوف اليوم احنا الاسواق ايضا مكتظه بالمكتبه. المكتبه طبعا خليني اقول لك فد شغله، انه هسه الواحد احلى شيء بالموضوع بالبدايه كل الطلاب يروحون متشوقين يشترون القرطاسيه الاشكال الجميله للبنات او الاولاد، لكن بالبدايه يعني ايش راح اقول لك؟ انه راح اقول لك ها يعني شو راح ابلش بالمدرسه، لكن هذه المواضيع كلها راح تكون مشاركه ويا المشاهدين اللي يتابعونا اللي دائما احنا نحب نسمع ارائهم. الارقام راح تكون موجوده اسفل الشاشه اللي حاب يتصل ويشارك لنا بهذا الموضوع. لا موجوده هي اصلا ظهرت. نعم شباب ظهرت الارقام لو على الشاشه. حلو. نعم. عاشت ايديكم. بالتاكيد راح تكون الخطوط مفتوحه الاسيه والاثير حتى نحكي، واللي عنده ممكن يعني مقترح، اللي عنده شكوى ممكن يقدمها على غلاء الاسعار. احنا نعرف اليوم دخل المواطن العراقي دخل بسيط، مو كل الناس اليوم عندها الامكانيه يا عمر تشتري القرطاسيه الكافيه، لكن في بعض المدارس الحكوميه صارت توزع، او من زمان هذا القرار موجود، توزع الدفاتر الموجوده. هذا الموجود من زمان، لكن حاليا ما موجود هذا الشيء، انه العالم كانت تقدر اللي تحكي انت يا عمر اللي ما عنده امكانيه كانت تقول لك انا عندي انه خلص بس اروح المدرسه ينطوني الدفاتر او الاقلام اللي وزعوها على الطلبه، لكن اليوم هذا الشيء ماكو، يعني لغى هذا الموضوع. انت اليوم من الدخل انت من جيبك تروح تدفع، فحتى اليوم تقدر العالم تشتري هذه المواد او هذه القرطاسيه، فالله يكون بعون الجميع ان شاء الله. ايضا ظاهره يمكن هي ببالغ الاهميه تخص الكتب، يعني اتمنى ايضا من المدارس نفسها أن تضع بعض القوانين مثل ما توضع بعض الجامعات والكليات وايضا بعض المدارس، انه خلص انه الكل لازم يرتدي زي واحد. ليش؟ نعم. حتى من بين الفقير من الغني، من بين اللي عنده فلوس من اللي ما عنده فلوس، اكو ناس تمييزها بالتاكيد بالتالي صب بمصلحه كل الطلبه، حتى ما ممكن انه نفرق بين طالب وطالب. وبالتالي اللي ما عنده فلوس ما ممكن انه يشعر باحباط شديد انه يشوف زميله يوميا يرتدي ملابس مختلفه، بالفعل يوميا يرتدي جنطه جديده او جنطه جديده. ايضا هذا الموضوع يخص الدفاتر. اليوم الدفاتر ايضا بالمكاتب اكو دفاتر يصل سعرها الى 10,000 دينار الى 5,000 7,000 8,000. نعم. دفاتر تكون مميزه باوراقها، دفاتر تكون مميزه بغلافها الخارجي كانما هي حقيبه على حد ذاتها. بالتاكيد خصوصا طلاب الابتدائي عندما نشوف زميله هو دفتر عادي او ال40. نعم. او ال50، ومن بعدها نشوف دفتر بصفه هو دفتر مميز، هذا اكيد راح يشعر بنوع من انواع النقص. ويانا اتصال او أحمد. اول اتصال هو احمد. صباح الخير عليك. صباح الخير يا احمد. صباح الخير اخوي العزيز. تحياتي لك يا غالي، نورتنا. صباح العافيه على كادر الرشيد. تحياتنا لك، الله يعافيك يا احمد. عندك اليوم انت اطفال بالمدرسه احمد؟ والله انا عندي اطفال 4، بس انا نعاني من هاي مدرسه الصفاقس بالغزاليه، هاي مديره المدرسه اذتنا حيل اذتنا. بيا منطقه يعني بيا مكان تحديدا بالغزاليه؟ بالغزاليه بشارع المركز.
شارع المعز، شنو شكوتك على المدير؟ اخذ فلوس من الطلاب، يعني طالب يدفع يعني بالمدرسه بالامتحانات، نهايه الامتحانات تاخذ منهم كل واحد 5000. كل واحد ايش قد؟ مدرسه يعني ما خلينا، اشتكينا بالتربيه، عندها اخوها بالتربيه، عندها ظهر بالتربيه. ايش قد المبلغ بس اذا ممكن المبلغ ايش قد؟ كل طالب 5000، كل الطلبة تاخذ من عندهم. مال شنو هاي؟ ما قالت لك مقابل شنو هاي؟ يعني كنتوا لا دفع. ترميم للمدرسة، ترميم للمدرسة. نص السنة دزوا علينا ولياء الأمور، رحنا زين. كل الناس كل واحد 10000. بس أرد أسألك يا أحمد، أنه ال 5000 هاي أنطوكم بيها وصل له لا؟ كل شيء منطونا بيها. الطالب اللي ما تدفع، الطالب اللي ما يدفع يتعاقب. نعم. ينضرب بعصا ينضرب. كل شيء ما اعطونا ولا وصل، كل شيء ماكو. هي تاخذ فلوس وده تبني بيت دبل باليوم بفلوس الطلبة والله، بس ماكو رقابة من التربية عليها. طبعا حق الرد يا احمد، حتى نكون منصفين احنا على الهواء مباشرة، حق الرد مكفول لمديرة المدرسة اللي ذكرت مدرستها، وايضا وزارة التربية اللي شاهدنا بالتأكيد نتمنى انه تفتح تحقيق بهذا الموضوع. بس قول لي يا احمد، المستوى الدراسي احكي لنا هسه بغض النظر عن ال 5000، شلون المدرسه؟ مستلزمات المدرسه ما تنطم مستلزمات، احنا نشترين على حسابنا. ايش قد اشتريت احمد؟ المستلزمات نشترين من عندنا والله، يعني كل طالب يراد له فد 7-8 دفاتر نشتريها من السوق. الدفاتر اللي تنطيها المدرسه مرات كل طالب تنطونا 3 دفاتر لو دفترين، لأن هو عنده 5 مادات 6-7، يراد لك كل مادة دفتر نشتري له. زين يا أحمد، بالنسبة للدفاتر أنت قلت إحنا اشتريناهم، زين الكتب هماتين؟ الكتب والله نقص، حتى عندي هاي السنة المضت والله أنا مشتري كتب 2 يعني ماتين. نعم. إي ماتين مشتري، يعني أنا مشترين من شارع المتنبي. نعم. ما انطوني يعني هاي السنة المخت، بس هاي السنة اللي اجت بعد ما نعرف، الله اعلم ينطونا يعني كلين. احمد عندك انت اربع اطفال، احكي لي المبلغ كله ايش قد صار بعد ما اشتريت القرطاسية؟ والله انا ما عندي يعني لا راتب، اشتغل عماله، بس شو اسوي؟ انا لله وانا اليه راجعون. هاي طالب صغير يعني لازم نخليه يتعلم، اللي يريد يصير قاضي، اللي يريد يصير محلي، يعني هاي الوقت. بس الدولة ما جات عنا، بس اكو ملاحظة ثانية عندي. الله يوفقك استاذ عمر. نعم تفضل. يعني عندي اكو طلبة يعني معلمين، ماكو كادر معلمين يعلم، ماكو. قبل احنا بالثمانينات والتسعينات نذكر يعني المعلم يحاسب الطالب، يعني شلون الابن والاب. احمد تقصد انت اكو نقص بالكادر التدريسي؟ والله هذه المدرسه ما بيها نقص، بس يا اخي ما يدرسون دراسه. نعم. ماكو يعني يعني هم موجودين يا احمد، بس هم ما يدرسون. اي والله. نعم. انا اطب للمدرسه مرتين، طبيت مفاجئ للصف قبل. طيب ممكن تعطيني اسم المدرسه اخ احمد؟ صفاقس الصفاقس اللي هي بالغزالية، شارع المركز. شارع المركز. نعم. نعم. نتمنى أنه صوتك يوصل، وبالتأكيد أنت صوتك اليوم وصل. أستاذ عمر. نعم. الله يوفقك. نعم. أستاذ عمر، أكو كادر كامل بالمدرسة، يعني ما بيها نقص. زين. بس مشكلة كبيرة إحنا نعاني منها، المعلمة والمعلم ما يعلمون أبو الثاني والثالث ابتدائي إنجليزي. يعني أنا عندي طالبين من الاول ابتدائي للخامس، يلا بالخامس انطوه انجليزي. نعم. ملاحظه مهمه. ليش ملاحظه مهمه الانجليزي بالثاني والثالث؟ ملاحظه مهمه يا اخ احمد. بالتاكيد احنا نشوف اليوم اغلب المدارس الاهليه اللي موجوده واللي متعارف عليها بالمنصور او بالحارثيه او بعض المدارس الاهليه الانجليزي، بل حتى اللغه الفرنسيه هي موجوده حتى من المراحل الاولى، الاول والثاني والثالث والرابع. ليش المدارس الحكوميه الانجليزي يبدي بالخامس؟ ملاحظه مهمه ذكرتها وسلطت الضوء عليها يا احمد، شكرا لك. نعم تفضل قول. الله يوفقك. مو بس هاي المدرسه. نعم. انا عندي اقرباء بكل مدارس بغداد. هاي الماده مال انجليزي، يعني منطين الكتاب منطينه. نعم. الكتاب منطينه، بس شنو ما يدرسونه بالثاني والثالث والرابع انجليزي. اكيد يا احمد. يعني بالخامس يفاجئونا بالانجليزي. هو
عند المادة هاي الأربع سنوات بس ما ينطونه ما يدرسونه بها أبد. أحمد صوتك أكيد راح يكون واصل، وأكيد قناة الرشد الفضائية هي منبر لكل الأصوات لهذا اليوم. نتمنى من كل الجهات أنها تشوف هاي الحالات والشكاوي من بعض الأهالي اللي تشوف بالمدرسة تحديدا اللي كانت في الغزالية، وذكر الاسم هو أيضا الصفاقس بالشارع. نعم الصفاقس. شكرا لاتصالك يا أحمد. عندنا اتصال آخر، أبو أحمد من الموصل. صباح الخير يا أبو أحمد. صباح الخير يا أبو أحمد. أهلا وسهلا، تفضل يا أبو أحمد. صباح الخير، تحياتنا لك يا أبو أحمد، نورتنا. أبو أحمد اليوم أنت في مدينة الموصل الحدباء نينوى أم الربيعين، كثير من الأسماء الجميلة على هذه المدينة الراقية والجميلة، وبنفس الوقت معروفة أنه الموصل هي يشهد لها القاصي والداني أنه دائما طلابها أو طلبتها متميزين ودائما يهتمون بدراستهم وواجباتهم. اليوم بعد الحرب للأسف اللي صارت على الموصل والظروف الصعبة اللي واجهتها الموصل ومدارس الموصل وجامعات الموصل بسبب إرهاب داعش، اليوم حكينا عن واقع الموصل التدريسي، وإحنا نعرف أنه حركة الإعمار اليوم بطيئة في الموصل. والله سعد محمد، أول شيء بطيئة جدا حركة الإعمار. نعم. ومدارس يعني تعرف هاي الكرفانات مع هاي الكويتية. نعم زين. انا عاني يعني صار اكثر من 65 طالب زين، 60 طالب بين هذا الطالب شو راح يشتغل؟ يعني الصف الواحد بيه اكثر من 60 70 طالب. 60 طالب هاي يجي ابني جاب الدرسوك. لا هو مو صف، يقول كرفان اصلا يعني يعني كرفانه حاطين بيه 60 طالب تقريبا. 60 طالب بكرفان، جي 60 طالب يعني إذا كل واحد يقاتل تغيير ساعة يستهدر يستهدر 40 دقيقة. زين هذول 60 طالب أبو أحمد واقفين قاعدين شلون يعني شلون؟ قاعدين كل ثلاثة كل أربعة برحلة. كل أربعة برحلة. وبالتأكيد ما عندهم وسائل تبريد تدفئة يمكن بالكرفان لو شلون؟ أهم شيء يعني كلها أنا شغلينهم يعني الباكة شعر وبعض الجو إحنا مستمعين شو الجونة. قبل كل شيء أبو أحمد أريد تذكر لي المكان وين هذا المكان، بس بلا زحم عليك أبو أحمد، اسم المدرسة المكان بالموصل وين يعني الجانب الأيمن الأيسر وين تحديدا بها مكان؟ الجانب الأيسر حي سومر. حي سومر، حي سومر يعني حي سومر ما تعرضت إلى أي تخريب يعني حسب معلوماتي يعني، بس ليش هذا؟ ما شاء الله يعني ما في أي ضرار يمكن أقول لك نسبة 10% ما في ما شاء الله، بس المدارس قليلة جدا، وعلى هاي المدرسة هاي الكويتية رجال ما تشتري اللي جابوها هاي. أبو أحمد ما فد يوم أنت حاولت تقدم شكوى بما أنه دا تشوف أنه أكو عدد هائل من الطلاب اليوم اللي هم ناس جالسين أو ناس اللي واقفة أو ما نعرف إذا أكو كان تقصير من الكادر التدريسي أيضا؟ والله كثير من الكادر ما خبرت هي هذا النوع يعني ما خبرت يعني شو يعني شو تقول ما نحصل معلومة. نعم أبو أحمد صوتك وصل اليوم من خلال منبر الرشيد، وبالتأكيد يعني إحنا الكل يعرف إنه وزير التربية في السابق كان محمد إقبال هو من مدينة الموصل، وأعتقد تأخير يعني تنصيب وزيرا للتربية أعتقد هو سبب لهذه المشاكل تعلم عليها المحافظات العراقية والمدارس العراقية. بنفس الوقت يمكن أنا اتصال آخر سجل. نعم تفضلي. اتصال الآخر فاطمة من النجف. صباح الخير يا فاطمة. صباح الخير. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. أنا تمام، شلونك يا فاطمة؟ والله زينة بخير. فاطمة أنت ايش قد عمرك؟ أنا والد أختي يعني. أنت أي صف حاليا؟ أنا برابع إعدادي. أنت برابع إعدادي، أكيد أنت موجودة بمدرسة حاليا بالنجف؟ مدرسة الثانوية بالربوية بالرصاص، أنا هم مدرسة حيل صعبة. زين احكي لي يا فاطمة شلون المدرسة، شنو المعاناة اللي أنتوا دائما الطلاب بيناتكم تتداولوها، شنو الكادر التدريسي تعامله وياكم؟ المدرسات والمديرة زينات بس المدرسة تعبانة، وما احنا طلعنا شخصية يعني للمحافظ يعني قاعدين نعم نديكم وطلعنا مدرسة بس ما بيها لا أطفال ولا أسبابي إنه إحنا لازم نجمع 5000 يعني فاطمة البناية تعبانة، الهيكلية تعبانة كلها أنت تقصدين أيضا؟ نعم
نعم نعم بس الطالب بس احنا جمعنا أنا سمعت 5000 بالموضوع أكو بس ماذا؟ زين فاطمة أنا هم سمعنا موضوع الخمسة شنو هي الخمسة؟ صوت يقطع نصينا صوت التلفزيون حتى نسمعك بوضوح. نعم قالت اجمعوا كلنا 5000 قالت نجيب الصبورات. أها قالت لكم اجمعوا من كل وحدة 5000 حتى تجيبون الصبورة والرحلات. طيب أنتوا سويتوا هذا الشيء انطيتوها لكل وحدة 5000 لو لا من كل الطالبات؟ أنا بس اكو بنات واحد يعني من يوم تقدرين نعم. تذكرين اسم المدرسه تقدرين تذكرين اسم المدرسه حتى ايضا هي ذكرت لا مو كان الصوت يقطع نعم هم واضح الصوت شوفي اني مدى اسمع شيء لانه يا فاطمه الصوت شكراً يقطع لتصالت. شكرا لاتصالك شباب اذا عرفتوا اسم المدرسه ممكن ايضا تذكرونها حتى نذكرها احنا بالجو شكرا لاتصالك يا فاطمه عندنا اتصال اخر ما سمعوا اسم المدرسه للاسف اوكي ام جمانه ايضا من بابل خلينا نشوف واقع التعليم وبدايه سنه جديده في محافظه بابل العزيزه ام جمانه الاتصال انقطع قطع نعم. الاتصال نتمنى انه تعاود الاتصال من ام جمانه حتى نعرف اليوم واقع التدريس في محافظه بابل الحبيبه يا عمر فاطمه ذكرت انه كان الصوت عندها يقطع قالت انه الكادر التدريسي ما بيشي لكن المشكله على الهيكليه المدرسه وصار هسه الموضوع ما نعرفه موضوع استغلال الطلبه انه كل واحد ياخذ 5 او كل واحد يعني مو الكل يعني اليوم العالم عندها هاي الامكانيه انها تدفع الخمسه اكو ناس ما عندها اصلا امكانيه تشتري دفتر فما بالك انه اليوم مو كل الطلبه تقدر تدفع الخمسه فما اعرف شنو هي عقوبتها اليوم احنا اليوم يمكن في هذا المحور اللي اليوم بدنا نتحاور به وبدنا نحكي به وكله يصب بمصلحه المواطن ونحكي به ايضا بما يخدم المواطن والخدمات بصوره عامه والاتصالات ايضا هي نوع من انواع الخدمات الاتصالات اليوم ايضا مو بالمستوى المطلوب الاتصالات كلها تتقطع كل مئات الصباح نعم خلينا ناخذ من اربيل موفق صباح الخير يا موفق صباح الخير صباح النور استاذ عمر تحياتي اهلا وسهلا تفضل صباح استاذ عمر انا احكي ويا ست جنان فيكتور عندي موضوع بس ما جاي احصل الجدد نعم استاذ موفق بعد نعم. الفقره بعد هاي بعد ان شاء الله دقائق شكرا لاتصالك يا موفق شكرا لك نعم شكرا لك بعد أكيد. دقائق ممكن انه اعتقد بعد هاي الفقره راح تكون سجلان موجوده والاتصالات ايضا راح تكون نعم. مفتوحه طبعا الاتصالات هسه غرفه الكنترول بيقولون انه الاتصالات بتجي من كل المحافظات العراقيه تريد تشارك بهذا الموضوع الهام والمهم خصوصا بالايام المقبله لكن للاسف اكو مشكله بالاتصالات يعني هاي المشكله اللي دائما نعاني من عندها وما تنتهي ابدا ويانا اتصال ايضا خالد من بغداد صباح الخير يا خالد صباح الخير يا خالد صباح الخير يا عمر صباح الخير يا سيدي شلونكم اخباركم كل الهلا كل الهلا بيك تحياتي لك الله يسلمكم مشتاقين والله العظيم دائما لازم نحاول يعني نحصيكم احنا سعيدين بسمع صوتك ونتشرف بيك اليوم اريد خالد احكي لنا عن الواقع التربوي في محافظه بابل العزيزه الله يحفظك احنا انا عندي 4 اطفال عندي بنيه بالمتوسطه وعندي 3 بالابتدائيه نعم يعني بخصوص المشتريات الملابس ما تعرف لك بدايه العام الدراسي يعني كل واحد تقريبا 100,000 زي الملابس وكتب ودفاتر وهيك القرطاسيه مالتهم بالتاكيد زين هاي بس الملابس لو وياها الجنط لا لا كامل هي الجنطه ب 10,000 زين يعني وكل مجموعه كامل هذا نعم. يعني تقريبا ورا نص السنه عم نغير زين طبعا تغير هي لا هي معروفه احنا البضائع مالتنا يعني الجنطه اذا كانت من 10,000 ابد ماكو شهر زمان تشوفها تتمزق 10 ايام بالزايد تنتلف خصوصا بالموسم الدراسي شهرين لان شهرين يعني كل عمرها شهرين الجنطه مو اكثر نعم اليوم يمكن التجار يمكن هذا يعني خصوصا اللي دائما يعني التجار احكي القرطاسيه والحقائب والجنط اللي هم بهذه الفتره يسوقون او يجلبون البضائع الرديئه الى البلد لذلك السعر غالي يعني تخيل فوق ما انها هي البضاعه خلينا نقول بضاعه مستهلكه وفوق ما هي انه هي ايضا تكون غاليه التكلفه نعم يا خالد شكرا لاتصالك نعم شكرا لك يا خالد يمكن رسالتك وضحت بما يخص غلاء الملابس والجنط وبعض المدارس يمكن اليوم تفرض ايضا زي معين بالفعل للمدارس يمكن رجعت ويانا ام جمانه صباح الخير ام جمانه مره ثانيه السلام عليكم عليكم السلام شلونك استاذ عمر يا مرحبا ام جمانه كلها نورتي الله اجركم اجرنا واجركم اجرنا واجركم
استاذ عمر عندي شكوى يعني مناشده هي المحافظ بابل. نعم تفضلي. استاذ عندنا مدرسه احنا منطقه اسمها ابو خساوي مدرسه كلش يعني ضم الاف الاف العوائل. نعم. ما بيها مدرسه وحده وكلش صغيره فرق بنات يعني جهالنا كلش كلش متبهدلين بيها. يعني من اي ناحيه متبهدلين بهاي المدرسه؟ ممكن توضيح؟ يعني متبهدلين يعني هي عباره عن كرفانات بالمطر نخاف عليهم من الكهرباء يعني القاع مالتها تراب ثياب ماكو ابسط شيء ماكو هذا ما بيها. منطقتكم منطقتكم مجمانه من ضمن العشوائيات لو منطقه سكنيه بها خدمات كامله كنا حال بلكي مدرسه ثانيه يعني يعني كلش تعبنا من هاي المدرسه بس حتى نعرف حتى نعرف التقصير وين منطقتكم اللي ساكنين بها هي من ضمن العشوائيات ابو خساوي على طريق كربلاء يعني بنهايه الحله هي منطقه كلش كبيره ضم الاف الاف العوائل زين ما يخالف بس هي منطقة زراعية منطقة نعم. عشوائيات لو أم هي منطقة سكنية؟ إيه 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 عشوائية زراعية إذا نعم نعم يعني والحكومة العراقية أكثر من مرة دعتكم من الرجوع إلى مناطقكم وإلى منازلكم وإلى بيوتكم وإلى الأماكن اللي كنتوا ساكنين بها شنو السبب يعني ليش ما ترجعون؟ يا ام علي والله يا حبيبي ما تعرفاني ظروف ما اعرف على النازحين شلون يعني عنايه ماكو المدى الاطفال يعني ما يفهمون الواحد ما يعرفون الواحد يعني هو بالثاني او بالثالث تدري ماكو فتره يعيطون عليهم مجرد المعلمه تطب الصف وتسجل بتغلق الباب و تتهديتها هديتها او تتمشى او تروح وتجي نعم والكادر سايق رسالتك وصلت يا ام علي وشاكرين اتصالك والكل يعرف انه النازحين شكرا لك يعرفون شكرا رسالتك وصلت والنازحين عانوا ما عانوا يعني بهذه الظروف اللي مر بها العراق يعني خصوصا المحافظات العراقيه ويشهد لهم القاصي والداني لذلك يمكن اليوم اللي بعدهم متواجدين ومتغربين يعني في مناطق هي اصلا من مناطقهم انت اللي قاعدين حاليا بكردستان انت ذكرت قبل شوي يمكن انا اكون اختلف وياك بالراي قلت له انه انت ليش ما رجعتوا هوايه ناس اليوم يا عمر ما تعرف شنو هي ظروفها ان هي سافرت برا سواء كانت بالمحافظات او برا الدول لكن يا عمر اليوم احنا اللي نعرف الناس اللي تهجرت وطلعت سواء كانوا من النازحين او طلعوا برا يعني نعم اللي اتصلت من النجف نعم. احنا ردنا نعرف اسم المدرسة راح نقولها على الهواء مباشرة اسمها مدرسة البدور الساطعة المنطقة هي الرضوانية بمدينة النجف نعم فنرجع يا عمر نكمل الموضوع انه مو كل العالم اليوم ما تعرف شنو هي ظروفها ممكن بيتها متهدم اصلا حتى اللي يرجع هنا ماكو احنا عندنا سوء خدمات احنا هسه تجينا اتصالات من نفسها من بغداد نفسها او من العاصمة او من العراق تمام يقول لك انه احنا سوء خدمات ماكو المدارس او الناس اللي الطلبة اللي هي كلها بمكان يعني احنا انا مدى خليني بس ثواني انه بطلت نعم تمام لان انا بمكان يا عمر اليوم يقول لك انا بمدرسه عدد الطلاب هوايه صار فاليوم انا شلون اقدر ارجع البلد واني اصلا مكاني متهجر فشلون اليوم الناس صح. ترجع ولا واللي بيته اصلا متهدم يعني هذا المرجع كله يرجع المن بالنهايه يرجع للحكومه اللي هي اصلا مدى تشوف معاناه النازحين اللي قاعد تهجر برا وماكو وديت ناس تتبهذل واحنا نسميها بصراحه دا يعيشون بذل بالتاكيد الذل واحنا دائما ندعو انه هاي الحياه للاسف البائسة نتمناها أنه تنتهي مشاكل الناس وهمومهم كثيرة اليوم راح نقارن أيضا ما بين المدارس الأهلية والمدارس الحكومية بعد قليل لكن خلينا نشوف سجان من بغداد صباح الخير يا سجان صباح الخير سجان تسمعيني ألو أهلا سجان أستاذ عمر عندنا مشكلة مدرسة بغداد زين اسم المدرسة يا سجان بعدين أذكرها استاذ عمر يعني yeah. المدرس من يدخل الصف يعني ذيك المره يعني بهاي السنه المقبله انا بالثاني متوسط المدرس دخل بالصف دخلت ورا اني يقول شلون تدخلين وراي لازم مثاني قبل ما ادخل الصف لازم تدخلين بالصف زين جيت يعني يقوم يضربون يعني ما يصير يضربوننا هم احنا ثالث متوسط جيت عطلت اسبوع اخذت نقل مدرسه اهليه زين نعم مدرسة أهلية لأن ما يصير يضربونا
يعني هاي دفعشن عليها اللي يضربوكم بها المدرسة الأهلية ولا الحكومية؟ لا لا الأهلية ما يضربون، بالعكس الحكومية. زين الحكومية اللي يضربون، وانت على اثر هذا الضرب وهاي هذا التعامل نقلتي الى مدرسه أهلية. اهليه زين انت هسه احنا نريد نحل المشكله او نريد نوصل صوتك، غير نعرف اسم المدرسه من عندك استاذ عمر. مو هو لا لا ما اريد اسم بس اسمحي لي، ما اريد اسم المدرس او المدرسه او المعلم او المعلمه، اريد اسم المدرسه فقط. مدرسه بالعامري يعني من العامري مال بغداد. بالعامري يعني نعم. زين شنو اسمها؟ بالعامري مال بغداد المدرسه. لا زين سجى شنو اليوم سبب تخوفك انه انت تقولين اسم المدرسه؟ يمكن هما منو اللي يعرف هسه انت منو المتصله؟ انت فقط اسم سجى وها هي صح؟ نعم. زين شنو اليوم انت غير ان اليوم تقولين الاسم؟ لا هي نقلت المدرسه يعني. فانت نقلتي نقلت بما انه انت نقلتي معناتها المدرسه انت لازم تقولين اسمها حتى اليوم احنا نقدر نلقي حال ممكن الطلاب اللي موجودين بها هماتين دا يعانون ايضا من عندك او الكادر التدريسي. يعني هو المدرس يعني واذا دخل الصف ودخل نوارا يعني احنا ما نريد نعرف يا سجا، ما نريد احنا نعرف، ما نريد نجبر يا سجا، لكن خلينا نستغل اتصالها بسؤال اخر. اليوم انت انتقلتي من مدرسه حكوميه الى مدرسه اهليه، شنو الفرق ما بين المدرستين؟ تقدرين يعني تعطينيها بإنجاز؟ مدرسه يعني اكيد احنا نشتري الدفاتر والملابس اكيد علينا زين، بس يعني كتب جدا راحه نفسيه يعني الرحل تبريد يعني كل شيء مدرسه الاهليه يعني احسن من مدرسه الحكوميه. هاي بالنسبه للكهرباء والتبريد والكذا اوكي الظروف كلش ملائمه لين بفلوس. احكي لي التدريس، مستوى التدريس كادر التدريس هناك شلونه؟ كادر التدريس لا جيدا جيد يعني فرق ما بين الاهليه والحكوميه. ايه زين شلون مستواك الدراسي من كنتي بالحكوميه انت مستواك تفوقتي من رحتي وانتقلتي للمدرسة الأهلية لو شلون بقى نفس المستوى؟ أكيد كان يعني أخاف يعني لا يعطونا دروس أزود أو شيء، لا بالعكس معاملتهم جيدا. ومدرسة مثل المدرسة الحكومية مو زينة، أحسن شيء المدرسة الأهلية يعني صحيح جدا الأسعار عالية بس لا أكيد المدرسة الأهلية أحسن بكثير من المدرسة الحكومية. نعم يا سجا شكرا لاتصالك. يا عمر اللي فهمته من عنده انه الفرق بين المدرسه الاهليه والمدرسه الحكوميه فرق كبير. المدرسه الاهليه بسبب انه يدفعون فلوس اكثر، عليهم الحساب الزي، عليهم حساب الدفاتر والكتب، فوسائل الراحه راح تتوفر لهم. المدارس الحكوميه مو لين فلوس فقط يمكن يا سجا اكو نقطه مهمه يمكن. نعم. اعتقد اليوم اللي يتابعوني راح يعرفون هاي المعلومه صح واني التمستها على المستوى الشخصي، انه نفس الاساتذه اللي موجودين بالمدارس الأهلية وأنا مسؤول عن كلامي وأمام الناس أجمع وأمام كل العراقيين، وإذا يريدون دليل عندي سأعطي دليل، نفس المدرس اللي موجود بالمدرسة الحكومية نعم. هو نفسه ينطي محاضرات بالمدارس الأهلية لكن التدريس الأسلوب غير اللي قدمه بالمدرسة الأهلية فرق من السماء القاع عن ما يقدمه على من نحط معناته العاتق يعني تلاقيه ممكن بالمدرسة مثل ما ذكرت الحكومية تلاقيه جاي متعصب وأسلوبه غير لا لا ما دخلش التدريس يستعمل الضرب حتى وصل مرحلة أنه يستعملون الضرب تلاقيه بالمدرسة الأهلية مبتسم وجاي ويتعامل معه حتى بالأسلوب الحلو والمرح مع كل الطلبة. طيب العاتق على منه معناته هنا؟ بالتأكيد اليوم على الضمير العاتق، لأن احنا بعد ما نريد نقول الحكومة ما نقول وزارة التربية ما نقول وزارة التعليم العالي، خلينا نشوف مشاكل الناس ويانا أم علي من كربلاء المقدسة. صباح الخير يا أم علي. صباح النور، شلونك أستاذ عمار؟ يا مرحبا وكل الهلا بيك. صباح الخير. أهلا وسهلا يا أم علي، صباح الأنوار. والله خوش موضوع كلش حلو، متطرقين على مود الطرق التدريسيه مالت هاي السنه. مو بس اريد نعرف عندك تحضيرات اليوم اذا عندك طلبه اذا عندك اطفال اليوم شلون هالاسعار؟ والله عندي ابني بالابتدائيه. زين شو اسمه بس قاعد نعاني هواي من المدرسين وخاصه المدارس الحكوميه ما قاعد يشرحون اصلا. يعني مجرد ينطون الدروس والتحضيرات وباكر يعني تعالوا حضروهن ياكو شرح عن مادة خاصة مادة الرياضيات. نعم نعم. يعني شنو برأيك شنو السبب انه هكذا تصرف؟ يعني يضطرون انه انتم تسجلوا جهازكم بالمدارس الأهلية، الشرح مفصل بالمدارس الأهلية، يعني التدريس مالتهم واضح، طرق التدريس مالتهم مختلفة، الشرح يعني مفصل
حتى الانجليزي مثلا ماده الانجليزي لما يعطونها للطلبه ما يشرحونها. يعني باشر هذا تحضيركم حضروا الكل على الام، الام تقعد تدرس الرياضيات تقعد تدرس الانجليزي، يعني شنو هنا دور المدرس استاذ؟ اليوم احنا نشوف دائما فعلا التدريس بالعراق تحديدا، احنا يمكن عندنا كثير من الاقارب والاصدقاء هم في دول اوروبيه، خلاص يعني الاستاذ او المعلم او المدرس هو يقعد يحفظ الطلبه، اليوم احنا التدريس والتحفيظ يوقع على عاتق اولياء الامور، تقعد الام او الاخت او الاخ او حتى الاب يقعد يحفظ ابنه المحفوظات، يحفظ ابن الارقام يعني هاي ناهيك عن المدارس او عن الدروس الخصوصيه اللي ممكن يوم لاحظت الاتصالات اللي اجتنا كلها انه قاعد يلجؤون كلهم انه للمدارس الاهليه. طيب اليوم مو كل العالم عندها الامكانيه مثل ما قلنا انها تروح مدرسه اهليه، يعني هم يادوب حكوميه وما قادرين على العيشه، فبالنهايه سجى حقهم. يعني هسه انت اذا اريد اوجه لك السؤال، احنا اليوم لا بس فقط الوجه الأسئلة للمشاهد أو للناس، أو اليوم أنت إذا فيما لو باكر عقبة عندك طفل على هذا الواقع اللي إحنا نعيشه بالعراق وحسب ما شفتي وما سمعتي، راح تودين ابنك أو بنتك لمدرسة حكومية؟ أكيد أنا راح أوديه الأهلية يا عمر، بس خلاص. أنا أرجع وأقول لك كل العالم عندها إمكانية اليوم تودي طفلها لمدرسة أهلية تدفع قسط، يعني القسط يوصل مليون أو مليون ونص بالشهر، من عدا الأدوات يعني حتى الزي عندهم زي محدد مو مثل الحكومية غالي عندهم يشتروا من نفس المدرسة زين، من عدا الكتب، من عدا مثل ما ذكرت انت اكو مناهج ما موجوده ما قاعد يدرسوها اصلا بالحكوميه، من عدا سواء كان الانجليزي العربي الفرنسي، اللي حز بقلبنا احنا اليوم كلنا غايتنا الاصلاح. اعتقد عندما نسال انه المفتشيه الخاصه بالتربيه تقول لك احنا نريد نصلح، احنا نبحث عن الخلل ساعدونا، الكل ايضا توجه رسائلها الى وسائل الاعلام تقول ساعدونا قدمونا المساعده، لكن بالنهاية ايضا احنا اليوم لا حياه اللي لا مو لا احنا اليوم ايضا نوجه رساله، رسالتنا من خلال برنامج يوم جديد ومنبر الاعلام بصوره عامه، اليوم انطونا صلاحيه للدخول باي مدرسه يعجبنا ندخل بها. اليوم عند ما تريد تصور باي مدرسه تقرير معين تعال جيب لنا موافقات ومن وزاره التربيه ومن التربيه والكرخ الاولى والثانيه والرابعه والخامسه، وبالتالي ما نقدر انه نرصد بعض الحالات. احنا اليوم كلنا نخطا، اليوم الاستاذ يخطا، المدير يخطا، المعلم يخطا، اكو حالات فساد في بعض المدارس وحتى في بعض مرافق التربيه نفسها او الوزارات نفسها، لذلك اليوم احنا نحاول انه نقدم خدمه للناس، فنتمنى ايضا من وزاره التربيه انه تساعدنا حتى نقدر نساعد بعضنا البعض. احنا غايتنا انه التعليم يكون باعلى مستوياته خصوصا بالعراق مثل ما عهدنا بفتره السبعينات او الثمانينات، للاسف هسه احنا اصبحنا من الدول المتاخره. اليوم احنا تناولنا التقرير بما يخص محو الاميه، للاسف محو الاميه ايضا رجع بالعراق وشفنا اليوم الكثير من الرجال والنساء كبار السن ما يقرون ولا يكتبون، هاي مشكلة يا عمر، هاي شكاوي بعض الناس اللي اتصلت علينا، واحنا اكيد من خلال قناة الرشيد قناة العائلة العراقية اللي دائما نوصل صوت لكل الجهات الامنية والمعنية بكل موضوع سواء كان الدراسة او غيرها، لكن اليوم ارحموا بحال الناس اللي ما عندها اي امكانية تودي اطفالها، حتى اللي دا يودون اطفالهم اكو دا يصير الضرب، اكو دا يصير عدم الاسلوب اللي هو للطفل، هذا الطفل يا عمر اليوم انت اذا ما يجي من عندك الكلمة الحلوة ما راح حتى يكمل مسيرته بالدراسة، ما راح ينجح. فاليوم شلون بالنهاية تريدون أنتوا تربون أجيال جيل صالح إذا هو ما متوفر لهم أي شيء من هاي الخدمات؟ اليوم الأهالي ديعانون، فإحنا نتمنى أكيد هذا صوت كل مواطن عراقي اليوم اتصل بنا وإحنا صوتنا أيضا أنه يوصل لكل الجهات الأمنية والمعنية ولا حول ولا قوة، بالنهاية إحنا هذا اللي علينا نسويه، نوصل صوتكم، وإن شاء الله اليوم صوتكم وصل من خلال هذا الموضوع اللي اختارنا، وإن شاء الله أنه كل رحلة صباحية رح نختاركم موضوع مختلف حتى نكون قريبين من الناس وإلى الناس مشاهدينا. فاصل نرجع وياكم.